كاميرا، صباح الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات. عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحة والعافية إن شاء الله. وبهذه المناسبة هذه ديال العيد المولد النبوي الشريف، غنقدم لكم واحد الطبق اللي هو كيتداول جدا في هذه المناسبة هذه وفي جميع المنازل المغربية، وهي العصيدة على الطريقة التقليدية. دونك حنايا المقادير باش غادي نحتاجو، غادي نحتاجو الماء لأنايا هنا واحد الإترو، لكل إترو ديال الماء كنحتاج ليه واحد نص كيلو ديال السميدة اللي هي السميدة رقيقة. وهنايا درنا واحد الاطرو ديال الماء اللي غيكون ديجا غليان. دونك هذا الماء هذا شنو غادي نديرو في هذه السميده؟ غادي نديروه هو الاول نكبوه في الماء كما قلنا الساخن، نكبوه حنا كنحركو. شنو الفرق بين العصيده وبين السميده ديال الحليب اللي شي مرات كنديروها كناكلوها في الليل؟ هو انها العصيده كتجي ثقيله، يعني هي سميده الحليب ولكن طيبه بطريقه اللي هي كتجي ثقيله وكتكن بالمعلقه وفي طبق اللي كيكون جماعي باش العائله كلها كدور وكتاكل منه. دونك هاد السميده هذه شنو المقادير باش غادي نسموها؟ كنديروا واحد قدر ديال نص معلقه ديال السمن. كاين اللي ما كيبغيش السمن غادي يدير شويه ديال الزبده، ولكن كنوريكم انا الطريقه التقليديه كيفاش كانت كطيب. دونك هنايا غادي نديروا معاها على هذا القياس هذا قول بحال معلقه كبيره صغيره، معلقه عامره صغيره ديال القرفه. غادي نزيدو معاه شويه ديال الملحه، غادي نديرو معاها كذلك النافع. بالنسبه لهنايا النافع كاين اللي كيدير النافع اللي كيكون هو حبوب، انا كنفضلو الطحون كيعطي النسمه اكثر. هنايا النافع بلدي، درنا نص معلقه كبيره ديال النافع بلدي كيعطي واحد الريحه والمذاق رائع جدا. كذلك غادي نزيدو معاه واحد شويه ديال المسكه الحره اللي حنايا درناها مطحونه. دونك هذه شويه ديال المسكه حره غادي نحرك، وهي كطيب دغيا دغيا هذه السميده هذه واحد 10 دقائق من كيكون الماء طايب دغيا دغيا كطيب، ما كتاخذش الوقت بزاف وكتشرب الماء بطبيعه الحال. ملي غادي طيب غادي نزيدو عليها الحليب. دونك هنايا شنو غادي نزيدو كذلك؟ شويه ديال الزهر للتنسيمه صافي، وهنا غادي نزيد عليها باش غادي طيب. الوغ من بعد 10 ديال الدقائق ما كدوز ديال الطياب ديالها، ديك الساعه غادي نزيد عليها القياس ديال واحد نص إترو حتى الإترو الأرب ديال الحليب ونخليها عاوتاني تطبخ معاه باش كتتقال. من بعد مني كما قلنا كتبدا كتغلي، غادي نزيد عليها واحد وحيده ديال لاباديان ونخليوها كطيب على هذه الطريقه هذه. وهنايا ما حدايا كطيب غادي نوريكم كيفاش كيمكننا نقدموها على الطريقه التقليديه. كنا كنديروا فيها غير شويه ديال العسل وكنزيدوا عليها شويه ديال اللوز مهرمش، هذا ماشي كلشي كيزيدوا عليها ولكن كتجي رائعه كما قلنا لان هذه المناسبه هذه ديال العيد كنديروا شويه ديال المقادير اللي هي كتكون متميزه. كما كيمكننا طرق جديده اخرى، كيمكننا نديروا معاها شويه ديال التمر اللي مقطع طريفات مع شويه ديال الكرموسه وهو مقطعه، اولا الزبيب بالانواع ديالو هنايا اللي فزقناه في الماء سخون بيد ما كيتطلق وعاد كنديروه. وكذلك عندنا شويه ديال الورد حتى هو كيجي رائع مع المذاق ديال هذه العصيده هذه. دونك انايا غادي نمشي نزيد الحليب وغادي نخليها تبقى كطيب حتى كتقصح شي شويه، ومن بعد كنقدموها في الطبق على هذا الشكل هذا. وغادي نوريكم انا كيفاش غادي يمكننا نزينوه بعد قليل. فكما كتشوفوا هذه الطريقه التقديم النهائيه ديال العصيده اللي كان كما قلنا كنقدموها يوم عيد المولد النبوي. هنايا كما شفتوا درنا فيها شويه ديال الورد، هنايا الورد ضروري ما تحيدوا ديك الورده ديالو الخضراء باش ما كتعطيش المذاق ديال المروره. وزدنا معاها الزبيب بالانواع ديالو، الزبيب البيض وكذلك الزبيب الاحمر اللي كيكون بالعظم. هنايا العصيده التقليديه اللي كانت كتكون كنديروا فيها غير العسل، وكذلك يمكننا نزيدوا عليها شويه ديال اللوز اللي كيكون مهرمش. وهنايا درناها بالمكسب بالكرموس وبشويه ديال التمر. دونك كنتمنى ان هذه الطريقه ديال التقديم ديال العصيده ديال اليوم العيد المولد النبوي الشريف تكون عجبتكم وبصحه وراحه.